السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة احكي لكم حكاية بطل من ابطال حرب اكتوبر، والبطولة اللي عملها لما احكيها لكم محدش هيصدق ان ده كان بني ادم عادي، ده كان بطل خارق للطبيعة. والبطل ده اتعرفت حكايته بعد 23 سنة من انتهاء الحرب. ايوة 23 سنة. يلا بينا نسمع بطل حكايتنا النهاردة. بس قبل ما نروح اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. يلا بينا نسمع حكاية بطل من أبطال حرب أكتوبر. بداية القصة، أو نقدر نقول نهاية القصة، بدأت سنة 1996 لما عملت السفارة المصرية في ألمانيا احتفال بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. عملت احتفالية ودعت ليها شخصيات كتير جدا من ألمانيا، ومن ضمن الحضور كان رجل أعمال ألماني. وأول ما دخل الراجل ده الاحتفال قال أنا عايز أقابل السفير المصري، وبالفعل قابل السفير المصري وكان معاه شنطة صغيرة كده. قابل السفير المصري وقال له أنا عايز أحكي لك حكاية. قال له احكي. قال له أنا كنت من ضمن الجنود الإسرائيليين اللي حاربوا ضد مصر في حرب أكتوبر وقتلت جندي مصري. فبص له السفير باستغراب جدا وقال له أنت بتحكي لي الحكاية دي ليه؟ قال له لأن اللي أنا قتلته ده ما كانش شخص عادي، اللي أنا قتلته ده قتل 22 جندي إسرائيلي. فبص له السفير بدهشة جدا وقال له ده مين البطل ده؟ ففتح شنطته الرجل الإسرائيلي ده وطلع منها سترة كانت للجندي المصري وسلسلة اللي بيبقى مكتوب فيها اسمه وبيبقى مكتوب فيها الرتبة بتاعته، وطلع له كمان جواب كان موجود في جيب السترة بتاعت الشهيد، وكمان محفظة فيها فلوس بسيطة جدا. المهم ادى الحاجات دي للسفير المصري، فالسفير المصري خد الحاجات دي وقال له انت ازاي محتفظ بالحاجات دي لحد دلوقتي؟ قال له انا هحكي لك الحكاية بالظبط. قال له كنا في يوم طالعين سرية من الجيش الإسرائيلي فيها دبابتين وفيها حوالي 24 جندي وبتغطينا طيارة هليكوبتر، وكان في الوقت ده صدر تعليمات لـ8 أفراد من الجيش المصري إن هم يطلعوا على جبل الجلالة بمنطقة راس ملعب في سيناء. وقبل ما يوصل الجنود المصريين للجبل ضرب فيهم لغم واستشهد واحد من الـ8 من الجنود المصريين. صدرت لهم تعليمات من قائد المجموعة دي وهو النقيب صفي الدين غازي، قال لهم لازم تاخدوا ستار ومحدش يشوفكوا ابدا، عشان من صوت اللغم ده اكيد الطيران الاسرائيلي والجنود الاسرائيليين هيجوا على صوت اللغم ده ويطوقوا المنطقه كلها. وبالفعل الجنود المصريين خدوا ساتر خلف تبه، وهم موجودين عند التبه دي سمعوا صوت الدبابات الاسرائيليه بتقرب منهم وطبعا طيارات العدو فيهم، وهم يدوب 7 افراد حبسوا انفسهم لحد ما عدت الكتيبه الاسرائيليه دي ومحدش حس بيهم. واول ما دخل عليهم الليل بدأوا يقوموا عشان ينطلقوا للنقطة اللي هم كانوا رايحين لها، وقبل ما يمشوا ظهر لهم حد من بدو سينا وبدأ يحذرهم ويقول لهم الإسرائيليين نصبوا أكمنة على كل المداخل والمخارج بتاعة المنطقة اللي هم موجودين فيها، وهم موجودين طول الوقت ده خلص منهم الأكل وخلصت المية كمان. فالنقيب غازي قائد المجموعة أمر مجموعة منهم إن هم يروحوا يجيبوا مية من أحد الأبيرة القريبة من المكان ده. فبعت مجموعة مكونة من أحمد الدفتار وسيد زكريا وعبد العاطي ومحمد بكار، دول كان الجنود اللي بعتهم النقيب غازي عشان يجيبوا مية لبقية أفراد المجموعة. وهم رايحين يجيبوا المية اتفاجئوا إن في كمين من 7 دبابات واقف قريب منهم جدا، فرجعوا بسرعة لقائد المجموعة النقيب غازي وقالوا له ده في 7 دبابات واقفين قريب مننا جدا. وعمل خطة النقيب غازي للهجوم على الـ7 دبابات بـ5 أفراد من الجيش المصري. الـ5 أفراد دول كان من ضمنهم واحد اسمه سيد زكريا، وسيد زكريا ده هو بطل حكايتنا النهاردة. سيد زكريا واللي بطولته هتسمعوها كمان شوية يتألف فيها كتب كبيرة جدا. بس قبل ما تسمعوا بقية القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا كمان زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. المهم وهم رايحين الـ5 أفراد اتقسموا على مجموعتين، مجموعة كان فيها سيد زكريا ومعاه جندي تاني، ومجموعة تانية كان فيها 3 جنود. المجموعة اللي فيها الشهيد سيد زكريا وهم ماشيين لقوا 3 دبابات وجوه كل دبابة 12 فرد من الجيش الإسرائيلي. اتسلل سيد زكريا بشويش جدا هو وزميله وقضى على 8 أفراد بالسلاح الأبيض، يعني من غير ما يضربوا طلقة واحدة. وبعد ما موتوا الـ8 أفراد فتحوا الرشاشات بتاعتهم على بقية الجنود موتوهم كلهم 12 جندي إسرائيلي. وبعد ما رجعوا لقوا الطيارات الإسرائيلية انتشرت في كل المكان اللي هم فيه، بقوا يدوروا على أي مصري موجود ويقتلوه، والطيران بيلف فوقيهم. كان في جندي اسمه حسن السداوي، البطل حسن السداوي كان ماسك سلاح أربجيه، وجهه على طيارة من الطيارات الهليكوبتر
نزلها الأرض. الجيش الإسرائيلي وقتها طلع كتيبة مكونة من 100 جندي و14 طيارة هليكوبتر عشان يحاصروا الكتيبة المصرية اللي موجودة دي. المهم اشتبكوا معاهم، مات كل الجنود ومات النقيب غازي وفضل سيد زكريا لوحده. فضلت المعركة دايرة بين سيد زكريا لوحده والميت جندي إسرائيلي والطيران الهليكوبتر فوقيهم. وهنا بيحكي الحكاية الجندي الإسرائيلي قال للسفير إن إحنا بدأنا نضرب أفراد الكتيبة المصرية وهم ما كانوش يعرفوا إن سيد زكريا هو اللي بيحارب لوحده، لأن سيد زكريا كان بيتنقل من مكان لمكان لمكان لدرجة إن هم افتكروا إن هم بيحاربوا كتيبة من الجيش المصري، لدرجة إن الشهيد سيد زكريا وقع منهم 22 جندي إسرائيلي لوحده. فضل يضرب فيهم سيد زكريا وهم معتقدين ان هم بيحاربوا كتيبة مصرية، لحد ما خلصت الذخيرة من البطل الكبير البطل الشجاع سيد زكريا، وواحد من الجنود الاسرائيليين اللي هو بيحكي القصة للسفير المصري اتسلل من ورا جبل ودخل على الشهيد سيد زكريا من ظهره وضربوا دفعات من السلاح الرشاش، واستشهد الشهيد سيد زكريا. وكان حالة ذهول كبيرة جدا حصلت للجندي الاسرائيلي ده لما ملقاش حد تاني في الموقع غير الشهيد سيد زكريا لوحده، وقال للسفير المصري انا دفنته وضربت 21 طلقة تكريما للشهيد ده. ومع العلم ان السفير المصري وصل الحكاية دي للرئيس حسني مبارك وقتها اللي عمل شارع باسمه في مصر الجديدة لحد دلوقتي، وهو شارع سيد زكريا. وهسيبكم مع اخر كلمات قالها سيد زكريا في الجواب اللي كان المفروض يوصل من 23 سنة لاهله ووصل سنة 96 واللي كان بعته الشهيد سيد زكريا لاخوه وقال له فيه: اخي العزيز احمد زكريا خليل، تحية طيبة وبعد، انني اكتب اليك هذه الرسالة وانا في ظروف غير عادية، اما اذا اصبحت شهيدا فلا تحزنوا علي ابدا، لأني سأكون في منزلة عند الله لا يصل إليها أحدا إلا الأنبياء، وقال الله في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وهذا مرادي من الله عز وجل، وهذا ما أتمناه طوال حياتي. ملحوظة: احتفظوا بهذه الرسالة، ربما تكون الأخيرة مني لكم، والله أعلم. وفي آخر الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.